هيثم، انت من الناس الاذكياء جدا كمان بجانب شغلك الاداري، انت مميز جدا كمان في شغلك الاعلامي، بس ليه مودرن فيوتشر حتى هذه اللحظه ما بيطلعش توضيحات واضحه فيما يخص عمر كمال عبد الواحد؟ بيسيبنا جميعا نتحدث والصحفيين يتحدثوا وعمر كمال عبد الواحد في الاهلي، لا في الزمالك، لا مكمل مع مودرن فيوتشر، رغم ان مودرن فيوتشر ممكن يطلع يقول والله الوضع 1 2 3. مين قال يا كريم؟ رئيس النادي طلع واتكلم وقال الملف ده معايا، وفي انا طبعا كراجل رئيس تنفيذي في حاجات في الاوضه المغلقه ما اقدرش اتكلم فيها احتراما لرئيس النادي، الملف ده معايا. بس انا هسالك سؤال، هل انت مقتنع ان في حاجه جديده بخصوص عمر كمال مثلا واحنا الناس مخبيها؟ اكيد لسه واحد ما جاش، وباكد لك ان اكيد لما يحصل جديد الراجل بنفسه هيطلع يعلن، والاهلي هيطلع يعلن، او ايا كان النادي اللي هو رايح له هيطلع يعلن. مفيش حاجه، اصل الموضوع بسيط يعني، الموضوع مش مخابرات يعني، ما فيش فيها الكلام ده، الموضوع ابسط من البساطه، بس هو واخد وقت شويه مش اكتر. ده معناه ان حتى هذه اللحظه ما فيش اي اجراء رسمي من اي نوع، لا عمر مكمل مع مودرن فيوتشر ولا عمر راح في حته. بص يا كريم انت ذكي وانا عارف ان انت ذكي، وهتقعد تاخدني هنا واخدك هناك خالص. الملف مع رئيس النادي وهو اللي هيطلع يقول، وانا مش هتكلم فيه دلوقتي، مركزين في السوبر اللي احنا رايحينه في الامارات. ربنا ربنا معاك يا هيثم. طيب اللي يخصك انت بقى، ممكن يكون انت الملف ده معاك، هل كريم نيدفيد في الصوره انه ممكن يرجع مودرن فيوتشر ولا الموضوع دوت ما اتطرحش؟ انا لسه في شهر واحد مش قادر ارد على السؤال ده، لسه في شهر واحد. خلاص الاجابه كريم نيدفيد لعيب كبير ما فيش فيه نقاش، انا الناس اللي مقتنعه جدا بيه. لكن خلي بالك كريم، في صفقات انت لسه بتبقى محتاج، حاجات تبادليه احيانا بتبقى انت عايز تشوف لسه المراكز اللي هتاخدها ايه، ممكن ده يخليك تفكر بشكل مختلف وانت بتبني في شهر واحد. خاصه ان شهر واحد انت يوم ما بتدخل لعيبه هم 3 4 لعيبه، يعني مستحيل تدخل كتير في شهر واحد، وانت فاهم ده كويس. صحيح، بس احنا شهر واحد قربنا ليه، هل المدير الفني حدد ليك المراكز اللي هو محتاجها في شهر واحد، حتى لو على مستوى المراكز مش الاسماء يعني؟ اكيد قعدنا انا والدكتور ومع المدير الفني، واكيد الراجل قبل ابدا يعني وجهه نظره في كل حاجه، وان احنا هنشتغل على ده ان شاء الله. ان شاء الله. هيثم، عايز اسالك سؤال بعيد بقى عن كل الصفقات والحاجات دي اللي هي دايما بتتسال لك يعني. فضل. هل مودرن فيوتشر عن قريب ممكن ينافس على لقب الدوري الممتاز؟ محتاجين لسه كام حاجه عشان نوصل لده، خلي بالك برضو انا مقتنع ان احنا عندنا الامكانيات، في لعيبه كبيره جدا في الفرقه طبعا وتاريخ كبير، بس في لسه كام حاجه محتاجه تحصل. لكن طموحنا كده، طموح الدكتور وليد ان احنا نبقى من طب في مصر، واخد بالك، من الاهلي، زمالك، البيراميدز، الفرق اللي تقرب من البطولات ويتعمل لها 1000 حساب، واي مباراه تكون موجوده فيها تبقى تاخد حقاوي والكلام ده كله. فبس لسه محتاجين نشتغل، لو قلت لك دلوقتي يبقى انا كده بضحك عليك، لا لسه محتاجين شويه. طيب عايز استغل ان انت راجل ما شاء الله يعني من وقت عملك في النادي الاهلي ولك شعبيه عظيمه عند جماهير النادي الاهلي، واكيد انت كنت بتتابع كاس العالم للانديه زينا كلنا، والنادي الاهلي في كل الاحوال يعني يمثل مصر دلوقتي حتى بعيد عن انتمائك، ولكن يمثل مصر. تقول لجماهير النادي الاهلي قبل مواجهه التالت والرابع، وتقول ايه لاعيبي النادي الاهلي قبل مواجهه التالت والرابع يوم الجمعه ان شاء الله؟ اولا هم عملوا ماتش بتاع الجده يعني كان رائع، ومثلوا مصر بشكل كويس جدا كعاده النادي الاهلي، فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وايا كان الاهلي دايما بيمثلنا بشكل كويس جدا، وتاريخه بيقول كده، والبطوله نفسها ياما قدموا فيها يعني ماتشات حلوه جدا. ف يعني حطيني في حته صعبه انت جدا، بس انت فاهم، تمنياتي لهم بالتوفيق طبعا بالتاكيد. ان شاء الله. الصديق العزيز هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. واحد من الناس الشاطره دايما يعني، دايما كل خطواته فيها نجاح بصراحه.